في صحيفة الجارديان نقرأ لبيتر بوموند قوله إن تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يتهم إسرائيل بممارسة التهجير القسري في غزة يأتي وسط أدلة متزايدة على أن إسرائيل تكثف جهودها لتقسيم القطاع بمنطقة عازلة ووضع الأساس لبنية تحتية لدعم وجود عسكري طويل الأمد مع توسيع نطاق الدمار. كما يأتي التقرير متناقضاً مع ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن دخول المساعدات إلى غزة. في صحيفة لوموند عرض لأبرز مظاهر التطهير العرقي في غزة بدءاً من إحداث دمار واسع النطاق تصعب معه عودة السكان إلى منازلهم بعد انتهاء المعارك، ثم عزل مناطق بعينها عن بقية القطاع المحاصر وإصدار العديد من أوامر الإخلاء التي يستحيل بعدها السماح بالعودة إلى الوراء. يضاف إلى كل ما سبق قطع شريان الحياة عبر منع وصول المساعدات واستعماله وسيلة أخرى لإجبار الناس على النزوح. وحول اقتراح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تعليق الحوار مع إسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات إسرائيلية في غزة، نقلت صحيفة جيروسالم بوست عن دبلوماسيين أن اقتراح بوريل يهدف بالأساس إلى إرسال إشارة قلق قوية من سلوك إسرائيل في غزة، وإن كان احتمال تبني المقترح مستبعدا كما يقولون كونه يتطلب موافقة جميع أعضاء الاتحاد. نقلت صحيفة جلوبال تايمز تعليق مراقبين على تقرير لصحيفة واشنطن بوست رأى أن إسرائيل تدرس وقفاً لإطلاق النار في لبنان باعتباره هدية لترامب الذي يستعد لتسلم مهامه قريباً. وفق الصحيفة يرجح مراقبون أن تنتهج إسرائيل خلال الشهرين المقبلين سياسة القتال والحوار، وستكون الصفقة المحتملة إذا تمت في نهاية المطاف هشة ومؤقتة نظراً لحجم الصراعات في الشرق الأوسط وتعقيداتها. صحيفة هآرتس نشرت مقالاً يعتبر رفض المحكمة طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته دليلاً على أن القضاة لم يبتلعوا طعمه، فنتنياهو وفق المقال كان يأمل أن تبقيه الحرب المتواصلة بعيداً عن القضية القائمة منذ سنوات. يتوقع المقال أن يسرع ثبات نتنياهو على موقفه رفض الإدلاء بشهادته بإصدار الحكم، ما يعني فرصة أكبر لإدانته.